سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. أعزائي زوار القناة الجدد، شرفتوني ونورتوني في القناة إخوتي. ما تنسوش من فضلكم الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد كل الدروس إن شاء الله. تابعوا معي اليوم صفحة رقم 79. الحين نقرأ مع بعض هذا النص أو هذه القصة. لي لا فابلة. أن راكونت كان جور pris de soif, le renard s'arrêta devant un puits en haut duquel était suspendue une poulie munie d'un seau à chaque bout. يعني رحين نحكيو في يوم من الأيام كان هناك ثعلب شعر بالعطش وتوقف أمام بئر. هذه البئر كانت فيها نوع يعني من خشبة مربوط فيها على الجهتين حبلين، كل حبل فيه دلو. فوالا لو سو هو الدلو، يعني في كل جهة كان هناك دلو. إلى ساسي دانز ان دي سو اي لو فوالا انتريني او فون دو بوي. وجلس في واحد من هذوك الدلاء، يعني جمع تاع الدلو هو دلاء، هو جلس في واحد فيهم ووجد نفسه في أسفل البئر. jusqu'à la source à eau fraîche où il but à volonté. يعني وصل أسفل البئر حتى وصل إلى منبع الماء المنعش أو البارد وشرب كما يريد. désaltéré il allait remonter mais les parois du mur étaient trop raides. Le voilà bien pris au piège. يعني بعد ما شرب هذاك الثعلب هو حب يرجع، يعني يصعد باش يخرج من البئر، ولكن يعني جدران البئر كانت حادة، يعني ما قدرش يتسلق هذاك الجدران ويطلع باش يخرج. فوالا. واخيرا وجد نفسه في وقع في الفخ. فوالا. Une hyène vint à passer par là. Curieuse, comme à son habitude, elle regarda au fond du puits et vit le renard. Une hyène, يعني الضبع، حيوان الضبع، كانت يعني تمر من تلك الجهة وكانت فضولية كعادتها. Curieuse معناتها فضولي أو فضولية. voilà. كعادتها ورأت في أسفل البئر ورأت الثعلب. Elle lui demanda ce qu'il faisait là, tout seul au fond du puits. وسألته ماذا يفعل هنا وحيدا في أسفل البئر. Le renard lui répondit qu'il avait mangé la moitié d'un fromage et qu'il lui avait gardé l'autre moitié. يعني والثعلب أجابها أنه أكل نصف قطعة الجبن وترك النصف الآخر لها. Il l'invita donc à descendre pour manger sa part. ودعاها للنزول حتى تأكل نصيبها من الجبن. Lien lui demanda de lui montrer comment faire pour le joindre. الضبع سألته أو طلبت منه أن يريها كيف تفعل حتى تلتحق به في أسفل البئر. Le renard lui suggéra de s'asseoir sur le seau du haut et de descendre. Et c'est ce qu'elle fit. يعني الثعلب قال لها يعني أن تجلس في الدلو، يعني الموجود في الجهة العلوية. يعني الثعلب كي هو نزل الدلو الآخر كان يعني منطقيا راح يطلع، فوالا راح يكون في الأعلى. هو قال لها اجلسي في الدلو الموجود في الجهة العلوية ثم انزلي، وهذا ما فعلت. Elle se mit donc de tout son poids dans le seau qui l'entraîna vers le fond. Voilà, هي
جلست في الدلو بكل وزنها ثم نزلت إلى الأسفل. Alors que le renard remontait dans l'autre seau. في حين أن الثعلب صعد في الدلو الآخر. يعني الدلو الآخر اللي كان لتحت كان صعد. Quand ils se croisèrent au milieu du puits, Liane, surprise, demanda au renard de lui dire ce qui se passait. يعني عندما التقوا في نصف البئر يعني في نصف الطريق هي نازلة وهو كان طالع فوالا الضبع كانت مندهشة وسألت الثعلب أن يقول لها ماذا يحدث Le renard répondit d'un air moqueur qu'il préférait la laisser seule savourer tranquillement le délicieux fromage. الثعلب أجاب يعني بصفة مستهزئة موكر معناته مستهزئ أنه فضل أن يتركها وحيدة حتى تتلذذ بالجبن اللذيذ ولا سافوري يعني باش تاكل ولا تتلذذ بهذاك لو فرماج ولا هذا هو النص كما شفتوا هو دار بين شخصيتين اللي هو لو غونار مع اون ايان فوالا وشفتوا الحديث اللي دار بيناتهم ركزوا معايا مليح باش نعرفوا كيفاش نستخرجوا الحوار من هاد القصص هنا راح نشوفوا سؤالين شوازي لا بون ريبونس يعني اختار الاجابه الصحيحه سي ليستوار دان ليون اي دان رونار يعني اسد وثعلب بي دون ايان اي دان رونار يعني ضبع وثعلب d'un renard et d'une chienne, يعني مع ثعلب وكلب أو كلبة, d'une hyène et d'un loup, يعني مع ضبعة وذئب. كما شفنا الاستوار أو القصة دارت بين الضبع والثعلب اللي هو une hyène et un renard. La bonne réponse هي B. Numéro 2. Comment le renard a-t-il fait pour sortir du puits? كيف فعل أو ماذا فعل الثعلب حتى يخرج من البئر يعني هو راهو استعمل الحيلة تاعو هنا الإجابة tout simplement il utilise sa ruse la ruse هي الحيلة أو الدهاء أو المكر voilà هذا فيما يخص السؤال الأول راح نشوفوا سؤال ثاني à partir de la fable écrit le dialogue entre les personnages de l'histoire. انطلاقا من هذه القصة اكتب الحوار الذي يدور بين الشخصيات. نمبر او ا écrivez les noms des personnages. اكتب اسماء الشخصيات اللي هو لو رونار اي ليان. Utilisez les verbes introducteurs de paroles correspondant à chaque personnage استعمل les verbes introducteurs de parole التي يعني ترجع على كل شخصية mettez les signes de ponctuation du dialogue ما تنساوش علامات الوقف الخاصة بالحوار écrivez les paroles de chaque personnage اكتب أقوال كل شخصية lisez votre dialogue à vos camarades اقرأوا حواركم مع زملائكم عندنا troisièmement maintenant vous jouez le dialogue عندنا trois personnages عندنا élève 1 راح يدير le renard l'élève numéro 2 يدير Liane et l'élève numéro 3 راح يدير le narrateur اللي هو الراوي voilà هنايا كما ذكرت لكم في الفيديو السابق مش راح نقدر نعطيكم حوار هكا باش مش كل التلاميذ راح يكون عندهم نفس النموذج يعني راح نعطي لكم طريقه كيفاش تخرجوا الحوار وكل تلميذ يوري اللي اشترتو يعني راح نسهل عليكم نعطيكم كيفاش ديروا وانتم حاولوا تكتبوها كل واحد باسلوبه الخاص يعني راح تكون سهله ماهيش صعيبه فقط ركزوا معايا مليح وكتبوا واش راني نحكي لكم فوالا اول شيء راح نخليو المقدمه تاع القصه كما راهي هذه الفقره الاولى ما رانيش ما نمسوهاش يعني ما توشيوش هاد لابارتي
هذه هي مقدمات الأحداث. احنا كيفاش نعرفوا الحوار منين راح يبدا؟ نروحوا للنص ديريكتومون نحوسوا على لي فيرب انتروداكتور دو بارول. لي فيرب انتروداكتور دو بارول كيما شفنا demander, répondre, dire, s'exclamer, supplier, refuser. فوالا هادو هما الافعال اللي نروحوا نحوسوا عليهم في النص. كي نلقاو الافعال هادوك ديريكتومون من وراهم نروحوا نديروا لي دو بوين. من هنا لي دو بوين هادوك راح يجينا القول. القول هذاك نحطوه اونط لي غومي. دوك تشوفوا معايا لهنا في النص كيفاش راح نلقاوها. تبعوا معايا لهنا كيما ذكرت لكم من قبل، يعني نروحوا نحوسوا على لي فيرب انتروداكتور دو بارول. كي نلقاو لو فيرب انتروداكتور دو بارول نديروا وراه لي دو بوين كيما راكم تشوفوا ونفتحوا غومي. هذاك القول لازم علينا نبدلوه، ما راحينش نخليوه كيما راهو باسكو في الحوار ديما ما نستعملو اسلوب المخاطب، يعني راح نستعملو ضمائر المخاطب اللي هي tu مع vous. فوالا باسكو شخصيه تخاطب شخصيه اخرى، لهذا حاولوا كيفاش تبدلوا ضمائر وتعرفوا كيفاش تصرفوا الافعال. فوالا باغ اكزومبل لهنا نقولوا elle lui demanda ce qu'il faisait là، وهي طلبت ماذا يفعل هنا. هنايا هذه راح تخاطب فيه، يعني تخاطب في لغونا قالت له واش راك دير هنا. دونك لهنا نقولوا elle lui demanda qu'est-ce que tu fais là tout seul au fond du puits، يعني قالت له واش راك دير هنا، سالته ديريكتومون. فهمتوني؟ نورمالمون سالو ديريكتومون، هو راه قدامها وهي تهضر معاه، قالت له واش راك دير هنا، كاس كو تو في لا، او كاس كو تو في ايسي او فون دو بوي تو سول. ومن بعد هنايا نقفلو الغيمي. دونك زيدو تبعو معايا لهنا، لو رونار لوي ريبوندي، الثعلب اجابها. نديرو لي دو بوين نفتحو الغيمي. هو كيجي يجاوب راح يهضر على نفسه. جي مانجي، هنا نقولو جي manger la moitié d'un fromage، يعني انا اكلت نصف قطعه تاع الجبن. و هنايا ما نقولوش كيلا، اي جي غاردي، جي غاردي لوتر موتي بور توا. فوالا جي هذه هنايا ايل باسكو نهضروا على الضمير تاع الغائب، ولكن كي نعودوا نهضروا على الضمير تاع المخاطب هو راح يتكلم، هو يقول جي غاردي لوتر موتي، و تركت النصف الاخر. Il l'invita donc à descendre pour manger sa part. و دعاها للنزول حتى تاكل القطعه الخاصه بها. هنا ما نقولوش il l'invita، يعني ماشي هو اللي دعاها، راح يهضر لها مباشره. ومن بعد هو يقول لها descend، يعني امرها بالنزول. descend هذه كامل ما نكتبوهاش، ما عندها حتى معنى. يقول لها descend pour manger ta part. هنا في بلاصه نقولو تا لان راهو ضمير مخاطب، pour manger ta part. voilà. Lien lui demanda de lui montrer comment faire pour le joindre، يعني دابا سالته كيف تفعل حتى تلتحق به. يعني كي نديرو هنايا دوموندا نديرو دو بوين، ومن بعد هي راح تقولو كيف افعل حتى التحق بك. هي تقول له comment je fais، هي تتحدث عن نفسها، comment je fais pour te joindre، pour le هذه ترجع لو رونار. فوالا مي هي راهي تخاطب فيه تقول له انت، comment je fais pour te joindre. j'espère que c'est bien clair. ركزوا معايا فقط راهي سهله. Le renard lui suggéra de s'asseoir sur le seau. يعني الثعلب اخبرها ان تجلس في الدلو. هنايا ورا هذا لو فيرب suggéra de deux points نفتحوا الغيمي. Le renard lui suggéra هنا de s'asseoir، لو فيرب في الانفينيتيف هو راح يامرها يقول لها اجلسي. فهمتوني؟ يقول لها اجلسي. دونك assieds-toi sur le seau du haut et descends. يقولها اقعدي في الدلو او اجلسي في الدلو ثم انزلي. assieds-toi sur le seau du haut et descends.
et c'est ce qu'elle fit. وهذا ما فعلته. Voilà. نواصل هنا. Elle se mit donc de tout son poids dans le seau qui l'entraîna vers le fond. يعني هي جلست في الدل ونزلت إلى الأسفل. Alors que le renard montait dans l'autre seau. يعني في حين أنه الثعلب صعد في الدل الآخر. Quand ils se croisèrent au milieu du puits, l'hyène surprise demanda. يعني كي تلقى مع بعضهم في نصف الطريق. الضبع كانت مندهشة وسألت. هنا ما نقولوش demanda au renard, on dirait deux points. Dirou demanda, هي فقط لي سألت. Dirou deux points, نفتحوا الجيومي. ومن بعد هنايا هي سألت ما الذي يحدث. كي نديرو الصياغة تاع هاد الكلام. Elle demanda, deux points, guillemets, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passe? Voilà, ماذا يحدث? ونقفلو لهنا القوسين. Le renard répondit d'un air moqueur. يعني الثعلب أجاب باستهزاء. نديرو هنايا deux points, parce que عندنا le verbe répondit. Je préfère te laisser seul savourer tranquillement le délicieux fromage. هنا كي نديرو لي دو بوين يعني هو راهو مازال يهضر معاها راهو يخاطب فيها راهو يخاطب في الضبع قال لها انا فضلت يعني انا اللي فضلت فوالا دونك سي بور سا نحطو جو بريفير انا فضلت ان اتركك وحيده لا هذه ترجع على الضبع او ترجع على ليان دونك نحطوها te, parce que la rechatte fait à rire. Zoulé te. Je préfère te laisser seul savourer tranquillement le fromage. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Il y a un tahouil de l'aqwal. La rechatte fait dans le sens muaqad. Il y a le discours direct et le discours indirect. Mais là, on a essayé فقط se faire de manière مبسطة. يعني في الحوار لازم زود شخصيات هما يخاطبوا بعضها. ما ندخلوش ني ضمائر الغائب ني ضمائر اخرى فقط tu et vous هادو ما ضمائر المخاطب اللي نخدمو بها فوالا بهذا نكون اعزائي التلاميذ وصلت لنهايه درس اليوم نتمنى تكونوا فهمتوه يعني ركزوا فقط معايا حتى ما فهمتوش عاودوا لا فيديو ولا عاودوا دي بارتي هكا باش تنجحوا يعني في كتابه الحوار أتمنى التوفيق للجميع وأترككم في رعاية الله وحفظه والسلام الله عليكم.